برحب بكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. رمضان كريم وكل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة وكل جمهور وعشاق النادي الأهلي بألف صحة وبخير وبسعادة. رمضان كريم على كل عشاق القلعة الحمراء وقلعة الإنجازات والبطولات في كل مكان. النهاردة إن شاء الله في حلقة خاصة هيشرفنا واحد من نجوم النادي الأهلي في الكرة الطايرة، كمان هو يعني مش بس أي نجم، هو كمان أسطورة من أساطير فريق الماسترز زمان لما كان لاعب، وحاليا هو المدير الفني للفريق الاول للكره الطايره رجال. هو كمان يعني من الناس اللي اثروا في تاريخ النادي الاهلي واللي كتبوا تاريخ النادي الاهلي في الكره الطايره وكمان في منتخب مصر، انه شارك في العديد من البطولات سواء المحليه العالميه وكمان الدوليه مع المنتخب ومع النادي الاهلي. النهارده ان شاء الله هيكون معنا في حلقه خاصه كابتن ميدو مصلحي او كابتن محمد مصلحي المدير الفني لفريق الاول للكره الطايره رجال الشهير برامج. معانا النهارده في حلقه خاصه كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي، ويمكن يعني خلينا نقول كمان اسطوره من اساطير النادي الاهلي في الكره الطايره، كابتن محمد مصلحي او الشهير بكابتن ميدو مصلحي طبعا لكل جمهور النادي الاهلي. كابتن ميدو طبعا في البدايه برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، وبما ان احنا طبعا في شهر رمضان خليني اقول لك كل سنه وحضرتك طيب ورمضان كريم عليك. كل سنه وحضراتكم طيبين وجميع الاهلاويه بخير، ويا رب ان شاء الله سنه سعيده علينا كلنا ان شاء الله. طبعا كلنا عارفين كابتن ميدو كابتن محمد مصلحي، دايما بنندهج بالاسم ده، بس فيك اسم بقى ايه جمهور نادي الاهلي ما يعرفوهوش وهو اسم رامبو. رامبو بقى ليه بقى اسم رامبو؟ يعني احكي لي كده يا كابتن ايه سبب في الاسم ده؟ يعني اما كنت بلعب كان لواء ممدوح البكري الله يمسيه بالخير او يعني الله يرحمه، يعني كان هو اللي طلع عليا رامبو دي. اما كنت بلعب مني كنت بشمر التيشيرت شويه كده لغايه الكم كده كنت بشمره فطلع عليا رامبو يعني. بس كان فيش اي سبب تاني للتسميه دي؟ بس ليه بقى كتير مش بيندهوك بالاسم ده يا كابتن؟ ده خلاص اتنسى يعني مع الايام اتنسى يعني. كان بس كان زمان. كان زمان. كابتن ميدو طبعا انا عارفه ان حضرتك بتحب لعبه كره القدم جدا، ويمكن اكتر لعبه بتحبها اكتر من الكره الطايره، يعني احكي لي كده طبعا بدايه حضرتك مع الكره الطايره، وليه ربنا يعني او ليه ما توفقتش في كره القدم؟ احكي لي قصه من البدايه كده من حضرتك كنت صغير لحد دلوقتي. طبعا انا ساكن في حي شعبي في شبرا، فكنت بحب العب جدا في الشارع كره قدم. الناس كلها كانت متوسمه فيها خير ان انا العب كره قدم يعني، وساعتها كان هاني اخويا هو اللي كان جه النادي الاهلي الاول، فكل شويه كان يقول لي تعالى العب معايا كره طايره. اقول له كره طايره ايه يا ابني اللي انت بتلعبها دي؟ انا بحب العب كره قدم يعني. لغايه لما جيت اختبرت في النادي الاهلي هنا وفشلت. فتاني يوم قلت له خلاص خدني بقى النادي يعني نلعب كره طايره، فلعبت كره طايره من ساعتها سنه 86 الكلام ده، ومن ساعتها لغايه دلوقتي الحمد لله ما سبتش النادي الاهلي. مفيش اي اختيارات تانية كانت قدام حضرتك يا كابتن؟ بص انا بكالوريوس تربيه رياضيه، يعني 4 سنين في تربيه رياضيه، كنت جميع يمكن معظم الالعاب اللي لعبتها كان معظم الدكاتره يقولوا لي تعالى العب اللعبه دي. خصوصا العاب القوه، وزب ثلاثي، هاندبول. اوكي، يعني جربت العاب قوه قبل ال احنا في طبيعه التربيه الرياضيه بيبقى بندرس معظم الالعاب او كل الالعاب يعني، فكل الاداء المهارات الحمد لله الواحد كان بيأديها كويس، كان الدكتور بتاع الماده يقول لي تعالى العب اللعبه دي يعني. بس انا طبعا حبي وتمسكي بالكره الطايره يعني استمريت فيها يعني. مين يا كابتن اللي كان ليه فضل عليك في اللعبه دي، في لعبه كره الطايره؟ هاني اخويا هاني مصلحي هو الفضل الاول ان انا العب كره طايره في النادي الاهلي يعني. طبعا كان في تحدي كبير جدا ما بينك وما بين كابتن هاني مصلحي، انه او مش تحدي اللي هو يعني التحدي يعني اللي هو انتوا مثلا عايزين انتوا الاثنين تحققوا حاجه سوا مثلا في الكره الطايره، اكيد كنتوا دايما بتتكلموا في النقطه دي، يعني احكي لي ازاي ساعدتوا بعض على ان انتوا تحققوا ال. لا هو هاني يعني مش عايز اقول لك يعني لغايه دلوقتي هو سندي في باخد رايه في حاجات كتير جدا. دايما ورايا وفي ظهري هاني مصلحي يعني انا بحبه جدا، هو انا ماليش غيره يعني انا وهو بس في الاسره يعني، ما فيش غير انا وهو، فهو ظهري وسندي، بحب جدا اسمع نصايحه، هو الكبير
ودايما لما كنا بنلعب مع بعض نروح مع بعض ونيجي مع بعض لغايه لما انا اتجوزت الاول قبل منه لغايه لما انا اتجوزت ولغايه دلوقتي الحمد لله يعني على اتصال دائم ومستمر وهو بينصحني وساعات برضه هو بياخد رايي في حاجات كتير الحمد لله يعني العلاقه بينا كويسه قوي قوي وربنا يخليه لي يا رب يا رب يا كابتن. طبعا يعني يمكن كابتن هاني مصلحي اخو حضرتك بقى فاللي هو ايه يعني مثلا اكيد ساعدك في الكره الطايره ان انت تحقق فيها بطولات تحقق فيها انجازات كتيره بس اكيد في يعني مدرب مثلا حد تاني ساعد كابتن ميدو مصلحي ان هو يتميز في اللعبه دي مش فاكر حد خالص وحضرتك كنت صغير؟ لا طبعا بصراحه يعني كل المدربين ليهم فضل كبير سواء في مرحله الناشئين او الدرجه الاولى يعني انا اول ما جيت كابتن محمود الوزير اللي بيشتغل دلوقتي يعني صدفه غريبه جدا بيشتغل محلل تقني معايا كابتن محمود الوزير هو اللي علمني مبادئ كره الطايره اول ما دخلت هو النادي الاهلي كان هو اللي مسكني يعلمني فيها فسبحان الله يعني هي صدفه غريبه شويه ان هو بيشتغل دلوقتي مع الجهاز معايا فده كان اول واحد بعد كده الكابتن جمعه عبد الحميد الله يرحمه له فضل كبير جدا لان انا في فتره من الفترات كده في الثانويه العامه كنت هبطل لكن هو اصر ان انا اجي واكمل ودخلني مع الفرقه بصراحه فكابتن جمعه طبعا ليه فضل كبير كابتن نبيه صلاح الدكتور وجيه حمدي دلوقتي طبعا ليه فضل عظيم جدا على معظم يعني الناس اللي في سني كده كابتن فؤاد عبد السلام كابتن ابراهيم فخر الدين كابتن نور عطيه الناس دي كلها فعلا تعبت معايا جدا وليهم فضل كبير جدا مش يعني في كمان لعيبه يعني مدربين اجانب ليهم فضل كبير كارميلو على ما افتكر يعني غير سيستم التدريب في مصر كله وكان ليه فضل كبير جدا على عليا برضو كابتن ميدو طبعا تاريخ كبير جدا وبطولات كتيره جدا مع نادي الاهلي ومع منتخب مصر ايه اكتر بطوله انت فاكرها لحد دلوقتي واكتر بطوله يعني بتعتز بيها الحمد لله يعني الحمد لله نمسك الخشب البطولات الحمد لله كتير جدا ما شاء الله بقى مش الحمد لله الحمد لله بطولات كتيره جدا الواحد حققها مع النادي الاهلي كل بطوله او كل نهائي انا اعتز بيه جدا جدا لانه بتيجي بصعوبه البطوله لما تيجي بتيجي بصعوبه جدا ومع عرق ومع مجهود لكن لو عايزه بطوله مخصوصه يعني سنه 95 في الصاله هنا كان بين الاهلي والزمالك يعتبر نهائي كان الزمالك عايز شوط واحد ويكسب البطوله لكن كان علينا ضغط كبير جدا كلعيبه لكن الحمد لله كسبنا الماتش 3-0 وهم كانوا محضرين زفه فاكر كويس جدا ان هم كانوا محضرين زفه هنا وهيطلعوا من النادي الاهلي على نادي الزمالك لكن الحمد لله ربنا وفقنا وكسبنا 3-0 وكسبنا البطوله كانت اول بطوله افريقيه تتلعب في صاله النادي الاهلي طب دي بطوله وانت لاعب وانت مدرب بقى تقدري تقولي اول بطوله ليا كانت افريقيا في تونس 2017 بطوله عزيزه عليا جدا دي اول بطوله حضرتك لعبتها مع النادي الاهلي صح اول ما مسكت اول بطوله مدير فني ليا كسبتها كانت مع النادي الاهلي كانت بطوله افريقيا وكانت قويه جدا وفي تونس فصعوبتها ان هي كانت في تونس ولعبت الترجي ونجم الساحلي في النهائي وقابلتنا صعوبات فيها كتير جدا قبلها واثناءها كمان اصابات وحاجات كده لكن الحمد لله كان ربنا موفقنا جدا فيها وانا اعتز جدا بالبطوله دي كابتن ميدو ايه اصعب موقف حصل لحضرتك في الملعب سواء كلاعب او سواء كمدير فني كلاعب اصعب موقف حصل لي اصابه بصراحه يعني كانت اصابه كان جالي غضروف في الملعب دي كانت صعبه عليا افتكرت ساعتها لان زمان كانت 95 برضو يعني 94 95 يعني فافتكرت ان انا هبطل يعني فكانت لحظه صعبه عليا جدا فيها لكن بعد كده الحمد لله طلعت الاصابه يعني عملت العمليه ورجعت بعديها بشهرين ثلاثه وكملت المسيره يعني اصعب حاجه كمدير فني كل ماتش نهائي بيبقى صعب عليا لان انا حامل هم جمهور كبير جدا يعني وحاطط امل كبير جدا على الفرقه دي فان انت يبقى عندنا نهائيات ببقى عايز اي حاجه تحصل ان احنا نسعد الجمهور ده لان الجمهور ده يستاهل كتير جدا جدا وحامل هم جهاز معايا حامل هم لعيبه يعني اي ماتش نهائي ببقى حامل همه طبعا وعامل اعتبار ليه كابتن ميدو زمان بقى طبعا كان في عروض كتير بتيجي لحضرتك طبعا كنت من اللعيبه ما شاء الله من اللعيبه المميزه في النادي الاهلي في لعبه كره الطايره اكيد كان بيجي لك عروض كتيره جدا وانت لاعب هل العروض دي لما جات لك بقى كنت بتناقشها وكده واللي هو ممكن ماشي اطلع بره النادي الاهلي ولا لا كنت بترفض لا انا هفضل في بيتي هفضل في النادي الاهلي لا مش هكذب عليك هي جالي عرضين بس انا بحب النادي الاهلي جدا ورفضت اي حاجه تجيلي عشان خاطر النادي الاهلي يعني حتى وانا مدرب
حتى وانت مدرب جالك عروض وانت مدير فني النادي الاهلي؟ وانا مدرب وانا مدير فني. اوكي. جالي عروض ورفضت كل العروض. انت يعني شايف الاحسن في النادي الاهلي؟ طب ما جربتش حتى ما فكرتش يعني اللي هو طب انا ممكن اطلع يعني مثلا يعني اصل العروض مثلا اللي بره يا كابتن ميدو عارف اللي هو شويه بنبص للناحيه الماديه او يعني بنبص لحاجات الامور الثانيه غير الفريق ده يعني. انا قبل ما ابقى مدير فني جالي عرض في احدى الدول الخليج يعني كان عرض كبير لكن انا كان طموحي ان انا امسك مدير فني النادي الاهلي وده حق مشروع يعني فلما جات لي رفضتها ده كان اول حاجه بعديها بسنتين جات لي تاني رفضتها برضو لان انت عارف فعلا زي ما انت قلت الظروف الماديه بتبقى صعبه شويه لكن زي ما بتقول زي ما قلت لك ان انا حامل هم جهاز فني كامل معايا ولعيبه ومدربين وفي عشق ما بيننا وما بين جمهور النادي الاهلي وانا كمان يعني بحب النادي الاهلي جدا ف يعني هفضل مع النادي الاهلي لغايه لما ان شاء الله يقولوا لي مع السلامه يعني. ان شاء الله يا كابتن. انت ما شاء الله يا كابتن محقق يعني يعني انا فاكره في سلسله انتصارات 100 ماتش ورا بعض يعني النادي الاهلي انتصر فيهم فما شاء الله حضرتك يعني محقق تاريخ كبير مع النادي الاهلي يمكن جمهور النادي الاهلي يعني فرحان بده جدا يعني. والله الحمد لله برضه نتاج مجهود مش مجهود انا لوحدي ده لعيبه وجهاز واداره كمان دعمت جدا جدا الفرقه وكو بتدعم وما زالت تدعم يعني الفرقه وموضوع ان 102 ماتش ده مش سهل يعني انت تقعد سنتين وثمان اشهر كاملين في مختلف كمان البطولات في يعني مختلف البطولات ان انت ما تخسرش ماتش ده صعب مش سهل عايزه مجهود والحمد لله يعني مش عايز اقول لك ان احنا برضو في كذا رقم قياسي يعني احنا اكتر فرقه محققه بطولات في العالم اكتر فرقه محققه بطولات قاريه في العالم فدي طبعا انجازات مش اي حد او اي فرقه في العالم تقدر تعملها يعني. ما شاء الله حضرتك محقق يعني اكتر من 33 بطوله باين مع النادي الاهلي. ايه اكتر بطوله كان نفسك تحققها بس يعني ما قدرتش؟ كان نفسك تحققها جدا بس يعني ما قدرتش تحققها لحد دلوقتي كلاعب وكمدرب برضو يعني كلاعب بطوله العربيه كان كنا ساعتها مع الكابتن فؤاد تقريبا كان نفسي احققها ما اتحققتش غير يعني بعد سنه 2001 لكن الحمد لله الواحد حقق كل البطولات يعني حاجه معينه كده لا الحمد لله بطولاتنا الحمد لله وساعدتنا كتير جدا في كره الطايره لكن ما اي بطوله بخسرها ببقى زعلان عليها اي حاجه اي حاجه بخسرها حتى لو بلعب بيلي اي ماتش في اي لعبه طبعا. تلعب كره قدم يا كابتن يعني ساعات مثلا بعد التمرين بتجمع صحابك حاليا لا حاليا عارف لا انت بتحب الكوره جدا انا بحب الكوره جدا بتابع كمان الماتشات يعني النادي الاهلي يعني ممكن تروح الاستاد وتتابع قوي وتهتم. انا فاكره كنت في مره كنت مع حضرتك في التمرين كنت بسالك على حاجه وكنت عايز تطلع بسرعه عشان تتفرج على الماتش اي ماتش برضو للنادي الاهلي في الكوره بتابعه جدا وحتى بتابع حتى في على الموبايل كده لو في اي ماتش مهم بتابعه لكن حاليا انا لا ما بلعبش يعني ممكن اخش الجيم شويه كده مع الشباب وهم داخلين لكن كوره كده وممارسه بقت صعبه شويه. زمان يا كابتن لما كنت لاعب كان في لاعب معين كنت حابب تلعب جنبه في الفريق في الماتشات مثلا كنت تتمنى ان هو تلعب جنبه شايف ان طريقه لعبكم مثلا سوا هتعمل نتيجه احسن ولا لا؟ كان في حد كنت يعني وانا صغير كنت بحب جدا الكابتن احمد الشموتي ربنا يمسيه بالخير كده ويدي له الصحه كنت بحبه جدا هو برضو امكانياته الجسمانيه مش عاليه زيي لكن كان لعيب انا بحبه جدا وكنت بحب اتفرج عليه وكنت دايما يعني عايز العب جنبه لكن ربنا ما قرطش يعني. اسطوره كبيره زي حضرتك طبعا من اساطير النادي الاهلي في الكره الطايره اكيد برضو كان ليك مثل اعلى يعني اكيد لحد دلوقتي ممكن يكون كان ليك مثل اعلى كلاعب برضو وكمدرب ويعني حاليا او في مصر هنا محليا وكمان عالميا يعني كان مين مثلك الاعلى محليا؟ والله برضو كتير يعني محليا كلهم افاضل كباتن مرنونا وكده الحمد لله برضو انا مش صغير يعني كبرت يعني الحمد لله الواحد وصل محليا للي هو عايزه واتمنى ان انا استمر في اللي انا فيه عالميا طبعا في فلاسكو طبعا مدرب عظيم جدا يعني مدرب ارجنتيني ايطالي هو جنسيته ارجنتيني ايطالي مدرب كبير جدا ويعني عمل اجيال كل ما يروح فرقه يعمل طفره كبيره جدا فيها اتمنى ان الواحد يعني يبقى زيه
ان شاء الله باذن الله يعني ونعمل كده. لو حضرتك حاليا يعني عامل طفره ما شاء الله في فريق الماسترز يعني ما شاء الله يعني الحمد لله الحمد لله ده فضل من ربنا وزي ما قلت لك ودعم كبير من الناس من الجمهور بالذات ومن الاداره يعني الحمد لله ومن اللعيبه طبعا. خليني بقى يا كابتن اروح معاك بقى لعلاقتك بالثنائي بقى احمد صلاح وعبد الله عبد السلام، يعني في علاقه قويه جدا بشوفها دايما في التمرين في الماتشات، حتى لما بتكون حضرتك يعني بره الخط في الماتشات بتكون هادي شويه، يعني في زي لغه حوار ما بينكم بتقدروا تفهموا بعض حتى في الماتشات، يعني كلمني طبعا عن علاقتك بيهم هما الاثنين. احمد صلاح وعبد الله يمكن هما الوحيدين دلوقتي اللي لعبوا معايا، يعني انا لحقونا انا احمد صلاح لعب معايا 4 سنين وعبد الله لعب 3. علاقة طيبة جدا، اخوات، عايز اقول لك ان هم اكتر لعيبة منتظمة، اكتر لعيبة بتحب تتمرن، يعني بيحبوا التمرين جدا وبيحبوا اللعيبة جدا ودايما في ظهر اي مدرب بيجي، بيحبوا النادي الاهلي، بيعشقوا النادي الاهلي وجمهوره، يعني عارفين يعني ايه من النادي الاهلي. علاقتي بيهم طبعا زي ما بقول لك اخوات وان شاء الله تفضل كده وربنا يوفقهم ان شاء الله في اللي جاي باذن الله. ان شاء الله يا كابتن. بص يا كابتن طبعا بما ان احنا في رمضان اكيد هنتكلم بقى عن ذكرياتك مع رمضان سواء في المعسكرات سواء في الماتشات، بس خلينا نروح فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضرتك الحوار على طول. فاصل سريع ونرجع نكمل تاني حوارنا مع اسطوره النادي الاهلي كابتن ميدو مسلحي في الكره الطايره، نرجع تاني بعد الفاصل. برحب بكم مره تانية ولسه مستمرين في حوار في حلقه خاصه مع كابتن ميدو مسلحي المدير الفني للفريق الاول للكره الطايره رجال. يا كابتن ميدو برحب بحضرتك مره تانية وكل سنه وحضرتك طيب تاني، يعني بما اننا في شهر رمضان عايزين بقى نتكلم بقى عن ذكرياتك في رمضان. طبعا انا عارفه انه يعني الرياضيين بيبقى رمضان ليهم زي حاله خاصه كده، شهر يعني مختلف عن باقي الناس لانه طبعا بيبقى في معسكرات في ماتشات، فالوضع شويه بيبقى مختلف بالنسبه لكم. كلمني بقى عن شهر رمضان بالنسبه لك انت كلاعب برده وكمدرب في النادي الاهلي. شهر رمضان بيختلف، لما كنت ما كانش فيه رياضه طبعا زي ما قلت لك انا في حي شعبي كنت على طول قبل الفطار وبعد الفطار سهرانين بقى مع بعض على طول، لعب كوره على طول، يعني ننزل نلعب في الشارع كوره على طول. لما اختلفت طبعا في لما بقيت يعني في النادي الاهلي وكده بنتمرن بحساب وبناكل بحساب والكلام ده كله، لكن برضو يعني بعد لو كان في تمرين قبل الفطار بنتمرن، ساعات بنبقى فيه قبل وبعد، يعني الحياه الرياضي بتبقى صعبه شويه في رمضان بالذات، الوقت بيبقى قصير شويه بالنسبه بعد الفطار، التمرين حتى بيبقى من ساعه ونص مش اكتر من كده، بيبقى مرهق قبل الفطار جدا للعيبة فعلا، لان انا حسيتها ولعبناها قبل كده، لعبنا بطولات كتير في رمضان في الصيام بتبقى مرهقة شوية، لكن ربنا بيقدر. يعني اول يوم رمضان بقى ده بقى يوم بقى مختلف عن باقي الايام، بتحب تقضي اليوم ده فين يا كابتن؟ زمان كنا اول يوم لازم عند جدتي، ده كان لازم بيت العيلة ده كله، كل الاسرة كلها تتجمع هناك وولادهم وكل حاجة. بعد شوية كده بقيت عند الوالد، لما توفى الوالد يعني انا بفطر اول يوم في رمضان في البيت عادي خالص، واول جمعه بنروح يا اما عند والده مراتي يا اما عند والدتي على حسب يعني، بس اول يوم دلوقتي حاليا الا لو هو يوم جمعه، لو يوم جمعه بنروح عند اي حد، لكن لو يوم عادي خالص بقضيه في البيت عادي. طب اول يوم بقى برضو في اكله معينه اكيد بتبقى حابه لو تاكلها بقى تفطر بيها بقى بعد اذان المغرب، اكيد في اكلات معينه كده؟ والله اللي بتحط قدامي باكله. كده ما فيلكش اكله معينه لا مثلا بتحب تاكلها؟ لا محشي. لا خالص والله الحمد محشي. لله اللي بتحط قدامي باكله. لا مش شرط مش شرط مش شرط خالص يعني. خالص والله بقول لك اللي بتحط قدامي باكله يعني الحمد لله. برضو مراتي شاطره جدا يعني اكل بيبقى اللي موجود باكله. قبل الكورونا يا كابتن طبعا صلاة التراويح كانت متاحة للكل ان هو يروح مساجد يقدر يصلي في المسجد وكده، بس بعد الكورونا يمكن شوية بدأوا يقللوا الأعداد، بدأوا يقفلوا المساجد. قبل الكورونا كنت بتحب تروح مسجد ايه تصلي فيه التراويح؟ لا انا في البيت على طول، اي حاجه التراويح اصلها في البيت يعني، فانا بصلي في البيت على طول التراويح ان شاء الله يعني تجمع العيله وكلكم تصلي؟ لا انا لوحدي بصليها لوحدي في البيت. طب اشمعنى يعني في حاجه مثلا دي طقوس مثلا ليك بالنسبه لك ولا في سبب معين؟ لا ما فيش سبب ولا حاجه عادي يعني طيب. هو انا بصلي في البيت التراويح لوحدي. طيب بعيدا عن اول يوم رمضان والاكلات في اول يوم رمضان، ايه الاكله اللي دايما يا كابتن بتحب تفطر عليها اول ما الاذان ياذن كده؟ انا كابتن ميدو مسلحي لازم ياكل اول حاجه
حاجه معينه؟ والله برضه زي ما بقول لك الحمد لله الواحد ملوش يعني الاكل ما هو مش غايه يعني هو وسيله بس كده الواحد، لكن بحب جدا يعني السلطه والشوربه دي حاجه كويسه جدا، اول حاجتين بتبدا بيهم في الفطار صح كده؟ اي لكن بقول لك زي ما قلت لك اي حاجه دمي بتتاكل يعني. والحلويات بقى بحب الجاتوهات اكتر من الحلويات الشرقيه يعني. بسبوسه وكنافه والحاجات اللي هي ماليش ميل على البسبوسه يعني، ممكن كنافه شويه. وانت لاعب بقى كنت بتحب تاكل الحاجات دي برضو والدنيا يعني الوزن بقى والحاجات دي كنت بتواجه فيها صعوبات؟ لا انا بلعب كان الواحد بيحرق كتير فمش مشكله، لكن دلوقتي الواحد بيبقى حريص شويتين كده ولا حاجه. كنت بتقدر ازاي تنظم يا كابتن يعني الموضوع ده؟ يعني طبعا ان في رمضان كلنا بنحب ان احنا ناكل كتير براحتنا، حلويات بقى اكل كله يعني ممكن يزود الوزن شويه، كنت ازاي بتنظم الحته دي يعني وانا لعيب ولا وانا مدرب؟ لا وانا وحضرتك كلاعب. وانا لاعب بقول لك الحرق بيبقى عالي جدا جدا يعني، فما فيش مشاكل فيها خالص ان انا كنت اكل حلويات او اكل نشويات او اي حاجه، فالحرق بيبقى عالي لان انا اصلا كمان كنت ببذل مجهود في التمرين كتير. لكن وانا مدرب لازم الواحد يحاسب شويه في الاكل وما ياكلش كتير يعني. فوانيس رمضان بقى بتجيب لحد دلوقتي فوانيس لحد حد معين؟ بنعلق زينه في بس فوانيس ما بتجيبش لحد دلوقتي. لا فوانيس. لا الله يرحمه بابا والدي يعني كان بيجيب لي الاولاد لازم كل سنه يعني، حريص كل سنه يجيب ثلاث فوانيس مثلا. لازم لازم يعني كان بصراحه الله يرحمه بعد ما توفى خلاص الله يرحمه. حضرتك ما بتجيبش فوانيس؟ لا لا بنعلق زي ما قلت لك بنعلق زينه كده بيبقى فيها حاجات ظريفه يعني. مسلسلات بقى يعني اكيد بقى في وقت فاضي شويه. ماشي يعني الشهر رمضان بيكون شهر العباده، نصلي نصوم، كمان في تمارين ومعسكرات حضرتك يعني اكيد بتنشغل فيهم، بس اكيد بقى في وقت فاضي بقى بتتفرج على مسلسلات؟ والله على حسب يعني، حسب لو في مسلسل مسمع يعني ببتدي بشوفه بس بالليل بعد السحور، ما يعني بشوفش اي حاجه خالص اثناء النهار او قبل او بعد الفطار خالص غير بعد السحور. بعد السحور بقعد كده لو في حاجه مسلسل مسمع كده ولا حاجه بجيبه وبقعد بشوفه وبتابعه يعني. يعني لو السوشيال ميديا كلها بتتكلم مثلا عن مسلسل معين تقوم انت داخل شيء المسلسل ده مسمع يبقى ده مسلسل كويس، بس مش بتتابع زي مثلا السنه اللي فاتت كان الاختيار وهجمه مرتده بس دول تابعتهم كويس قوي، لكن اي حاجه تانية لا ما تابعتهاش. ايه اكتر اغنيه يا كابتن بتفكرك برمضان؟ اغنيه لرمضان بتفكرك برمضان تفكرك بقربه يعني خلاص هو قرب داخلين هو على رمضان. اهلا رمضان معروفه يعني. بس هي دي الواحد اول حتى بتتزع كتير يعني. تقول لي مين يا كابتن رمضان كريم؟ امي اول واحده اقول لها رمضان كريم وربنا يبارك في صحتك، مراتي وولادي ووالده مراتي برضو كل سنه وهم طيبين، والجزء الكبير بقى اللي في قلبي طبعا جمهور النادي الاهلي كل سنه وهم طيبين وبخير وان شاء الله دايما في سعاده يعني. تقول لي مين سامحتك في رمضان؟ الحمد لله ما حدش مزعلني. الحمد لله. في ما تقولش لحد معين سامحتك؟ لا لا الحمد لله ما فيش حاجه الحمد لله، انا مسامح اي حد وفي اي حاجه الحمد لله. طب مين اللي مش مسامحه بقى؟ لا لا مين ما فيش حد الحمد لله، اقول لك ما فيش حد والله. لا 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 الحمد لله علاقتي بالجميع طيبه جدا وربنا يخليها كده دايما مستمره كده ويخلي الناس كلها مسامحه كده ان شاء الله. مين النجم يا كابتن اللي مثلا لما بتسمع اسمه كممثل يعني او ممثله لما تسمع اسمها او اسمه اللي هو ايه لا انا هتابع المسلسل بتاعه حتى لو مش هتعرف ايه المسلسلات اللي نازله يعني؟ يعني كريم عبد العزيز واحمد عز يعني اكتر اتنين الواحد ممكن يتابعهم. تمام كابتن، انا معايا في الفقره دي دلوقتي ثلاث كروت، كارت اصفر وكارت احمر وكارت اخضر. تمام، الكارت الاصفر بتدي انذار لمين في الوسط الرياضي في رمضان؟ يعني عايز تدي حد كده انذار اللي هو تقول له ايه يعني عايز مثلا تلفت نظره لحاجه تدي له انذار حاجه معينه يعني؟ يعذروني يعني هي الاداره الرياضيه صعبه شويه، فمزيد من التنظيم هتخلي مصر دي عاليه جدا في، لكن في الكره الطايره بس ولا جميع الالعاب؟ الرياضه عامه بصراحه يعني لو يعني اللجنه الاولمبيه ووزاره الرياضه يعني انا شايف ان هم لازم يكونوا على اتفاق اكتر من كده في حاجات كتير جدا. الكارت الاحمر يا كابتن بتطرد ظاهره ايه من الملاعب في رمضان؟ في ظاهره معينه حضرتك دايما بتشوفها يعني عايز ان هي تختفي ما تكونش موجوده خالص فبتدي لها كارت احمر؟ يعني الشغب اكتر حاجه يعني، لو يعني نفسي جدا جدا الجمهور يرجع المدرجات تاني، دي امنيه من امنياتي فعلا لانه بيدي شكل ولون وطعم لاي منافسه.
لما تلعب الواحد يلعب كده في وسط الجمهور غير لما يلعب من غير جمهور. فالشغب يعني اتمنى ان الجمهور رساله يعني اذا ربنا قدر ورجعته ما لناش دعوه بالسياسه خالص، احنا ناس كلنا بنحب الرياضه واتمنى ان نفضل على كده نشجع فرقتنا، لان احنا فعلا محتاجين جمهور جدا جدا في المدرجات. الكارت الاخضر بقى ايه الحاجه اللي بتدعمها في رمضان وعايزها ان هي يعني تكبر او تتطور اكتر؟ حب الخير، خير ان شاء الله يعني الناس كلها بسم الله ما شاء الله الناس كتير عندها خير وتقدر تطلع، لان فعلا في ناس كتير جدا محتاجه، اتمنى الناس تزود من الخير دوت ان شاء الله. طب ولو قلنا في الكره الطايره، يعني احنا قلنا الحاجه اللي بندعمها في رمضان، ايه الحاجه اللي مثلا انت عايز تديها كارت اخضر وتدعمها في الكره الطايره؟ يعني نظام شخص او ظاهره برضه، يعني الاتحاد المصري لكره الطايره ان شاء الله يستمر على النهج اللي هو ماشي فيه، وان شاء الله الدوري يتطور اكتر من كده، واتمنى ان هم يجيبوا خبير اجنبي للمنتخب عشان خاطر احنا محتاجين دوت ونرجع تاني الرياده لمصر افريقيا يعني. كابتن ميدو تحب تقول ايه لجمهور النادي الاهلي؟ والله يا رب دايما نكون عند حسن ظنكم كفرقه كره الطايره، واتمنى انا عارف ان انتوا املكم فينا كبير جدا، ويا رب دايما نكون عند حسن ظنكم، انتوا السند الاول للنادي الاهلي مش في كره الطايره بس، في جميع الالعاب، وانتوا رقم واحد، وان شاء الله ربنا يقدرنا ونسعدكم دايما. كابتن ميدو بشكر حضرتك جدا ورمضان كريم وكل سنه وحضرتك طيب، وبتمنى لك التوفيق ان شاء الله الفتره اللي جايه. طيبه صلاه وجمهور النادي الاهلي بخير يا رب ان شاء الله. ميرسي جدا يا كابتن. كده طبعا كان لقائنا النهارده لقاء خاص مع يعني المدير الفني لفريق الماسترز وواحد من اساطير النادي الاهلي في الكره الطايره كابتن ميدو مسلحي، انتظرونا ان شاء الله في حلقات خاصه اخرى مع نجوم واساطير تانيين طبعا في جميع الالعاب في النادي الاهلي الالعاب الاخرى، انتظرونا الحلقه الجايه ان شاء الله.